السلام عليكم، انا جيجي. هعمل معاكم النهارده فتة الحمص السوري. اول حاجه بجيب المكونات اللي هي الحمص والثوم والليمون وملح وتوابل اللي هي بابريكا وكمون وكزبره وزبادي وطحينه، كوبايه زبادي ونص كوبايه طحينه. بحط الاول الطحينه، بظبط الطحينه الاول، احط عليها الليمون. اهم حاجه في الوصفه دي فنجان ليمون مليان، لان الليمون مهم قوي، يبقى طعمه باين في الوصفه دي، عشان بتبقى الفته كده احلى بالليمون الكتير ومعلقه خل. بدوب الاول الطحينه بشويه ميه، وطبعا بفنجان الليمون اللي عليه معلقه خل. طبعا انا بكتر الطحينه شويه عشان هو اهم حاجه الصوص اللي بنعمله ده اللي بالطحينه والزبادي. بدوبها كده كويس جدا، احط الملح وبحط التوابل اللي هي بابريكا كمون كزبره وفلفل اسود، نص معلقه من كل حاجه او اقل من نص معلقه، شويه على نص كوبايه طحينه على كوبايه زبادي على كوبايتين حمص. وطبعا الثوم بحط 3 معالق كبار، عشان بحب الثوم كتير في الاكله دي، او في الاكل عموما بكتر الثوم، انا بحبه. بقلب كده كويس الصوص ده وبزود الثوم، الثوم ده يعني 3 معالق كبار. بقلبهم كويس في الصوص لغاية ما يمتزجوا كويس جدا. الحاجة بقى اللي انا عاملها بس مختلفة في الفتة دي، ان انا محمرة العيش مش محمصاه. العيش لما بيتحمر بيبقى احلى كتير، فانا حمرته، ده عيش شامي مش عيش بلدي، ده عيش شامي. حمرته وصفته كويس جدا على مناديل مطبخ، بحطه تحت واحط عليه الحمص. الاول برش عليه رشه من الصوص ده، رشه كده خفيفه من الصوص، وبعد كده بحط عليه الحمص، افرد الحمص عليه. دول حوالي كوبايتين او كوبايه ونص كده، يعني على حسب بقى ما انت عايزه الكميه. المهم تفردي عليه الحمص، وطبعا بتكوني بقى عاملاه في طبق حلو كده عشان يطلع في الاخر شكله كده حلو. يعني هي بتبقى عايزه طبق مسطح مش غويط عشان يطلع شكله حلو. كده انا حطيت الحمص، هحط بقى الصوص ده على الوش من فوق وافرده كويس، احطه كده فوق واحاول اخليه ما يجيش على الاطراف قوي عشان يدي الشكل النهائي كده، ايه يبقى شكله كده حلو. بفرد الصوص ده كده عليه كله، كده اهو، وده بقى يبقى منظره في الاخر. بزوقه بشوية بقدونس. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش لايك وسبسكرايب، وارسليكم. باي باي.